كشفت الشرطة البريطانية عن إحباط مخطط إرهابي بعد تنفيذها سلسلة مداهمات أسفرت عن إصابة امرأة واعتقال 6 أشخاص آخرين في العاصمة لندن ومقاطعة كانت المجاورة. المنسق الوطني لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أوضح أن 6 أشخاص اعتقلوا خلال عملية أمنية بتهمة التدبير والتحضير والتحريض على أعمال إرهابية. وأوضح أن الاعتقالات ليست مرتبطة بحادث وايت هول في وسط لندن، حيث اعتقل أمس رجل يحمل سكاكين قرب مقر رئاسة الوزراء للاشتباه بضلوعه في التخطيط لعمل إرهابي. بالمجمل وخلال العملية الثانية تم اعتقال 6 أشخاص على صلة بالتحقيق، بينهم 5 لدى العنوان في شمالي لندن ومحيطه وآخر في كنت. تمت عملية المداهمة ليلة الأمس بعد عودة رجل وامرأة كلاهما في عمر 28. التحقيق مستمر ويشمل عمليات بحث في 3 عناوين أخرى في لندن، منها شارع هارليزدن. في أعقاب اعتقالات ليلة الأمس، أنا على يقين بأن خطر هذه المجموعة لم يعد قائما. وينضم إلينا من حي هارليزدن في العاصمة البريطانية لندن مفادنا إلى هناك زاهر عمرين. زاهر، آخر ما توصلت إليه التحقيقات البريطانية، وهل تم تأكيد فرضية الهجوم الإرهابي الوشيك؟ بالفعل هذه الفرضية تم تأكيدها من قبل قوات الشرطة، حيث أكدت منذ ساعة تقريبا أن الاعتقالات التي تمت في هذا الحي أحبطت عملية إرهابية محتملة، والتي اعتقل بموجبها حوالي 6 أشخاص. لم تتضح بعد الآن مدى صلة هؤلاء الأشخاص مع بعضهم البعض. من بينهم كان هنالك صبي عمره 16 عاما، لا نعلم بالضبط إن كان هو ابن للعائلة التي تم اعتقالها والتي افترضت الشرطة أنها متورطة بعمليات إرهابية، أم أنه أيضا متورط بهذه النشاطات أو المخططات التي تحدثت عنها الشرطة. أيضا الحديث هنا يدور أن هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات الشرطة البريطانية تقوم بإطلاق النار على امرأة، وهذا الأمر ليس اعتياديا. المداهمة تمت في هذه الشقة في الشارع ورائي التي تظهر ورائي، والتي بدأت بهجوم بغازات مسيلة للدموع، تلاها مداهمة أدت إلى إطلاق النار على الامرأة التي نقلت إلى المشفى في حالة خطيرة ولكن مستقرة بحسب تصريحات الشرطة. طيب ما تزال أيضا المداهمات والاعتقالات جارية، حيث أعلنت الشرطة أنها تقوم باعتقالات في مكانين آخرين في لندن. نعم. كيف يبدو مزاج البريطانيين اليوم حيث أنت؟ هل هناك تخوف، توجس ما، أم ربما تتابع الحياة بشكل طبيعي؟ في الحقيقة هذا الشارع هادئ وهو شارع سكني لا وجود فيه لقطاعات تجارية. الناس هنا تأتي وتذهب، والجيران يتحدثون أحيانا مع الصحافة، ولكن لديهم تعليمات صارمة من قوات الشرطة بعدم تمرير أي معلومات بهدف استكمال التحقيقات. بالعموم هي منطقة هادئة سكنية، لا يوجد فيها يعني نشاطات غير اعتيادية، أو الناس تسأل في الواقع هنا تسأل حولها ما الذي يجري، ما الذي يحدث، هم لا يعلمون. يعني أحد الأشخاص أوقفنا وسألنا ما الذي جرى البارحة. لكن بالعموم هنالك حالة من الصدمة عند البريطانيين في تلاحق هذه الهجمات منذ هجمات 22 من مارس في ويستمينستر، وأيضا اعتقال شخص قرب البرلمان البارحة مع حقيبة السكاكين، وصولا إلى اعتقالات اليوم والاعتقالات قادمة. الشرطة أعلنت أن الاعتقالات لن تتوقف هنا أو في هذا المكان. جزيل الشكر لك من حي هارليزدن في العاصمة البريطانية لندن، زاهر عمرين.